6000 من هواة الألعاب في The Gathering. نستطيع القول بأن الناس يشعرون بالقلق أيضاً فيما يتعلق بأمن المعلومات. موضوع هذا العام هو الواقع الاجتماعي Social Reality. ألا يخفي هذا خلفه الكثير من المخاطر؟ بالتأكيد علينا جميعاً التمسك بالواقع الاجتماعي. الحياة اليوم موجودة في غيمة إلكترونية توجد فيها صور ومعلومات حساسة. ماذا يحدث لو ابتعدت عن مسارها؟ هذا ما نريد التركيز عليه. عملكم هو الاهتمام بأمن البيانات. لماذا أنتم في سفينة الفايكينج؟ نحن هنا اليوم لنتمكن من التحدث مع أشخاص جدد في مجال تكنولوجيا المعلومات وأن نخلق وعياً فيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي. نحاول أن نجعلهم يهتمون بأمن المعلومات بحيث نتمكن من حماية النرويج المستقبل من تهديدات المعلومات. تعملون لتوظيف عمال معكم، لماذا؟ مجال أمن المعلومات في النرويج صغير جدا، لذا فنحن نوظف أشخاصا بارعين الآن وأشخاص بارعين بعد 5 أو 10 سنوات كي نحصل على مجتمع يتمتع بمزيد من الأمن المعلوماتي. سيحصل هنا الكثير حتى الأول من نيسان. طوال عيد الفصح سيكون 6000 فتاة وشاب هنا في سفينة الفايكينج. سيكون هنا الكثير من المرح.